عرفتي على احساس من بعد واحد الوقت طويل كترجع كتفتح عينك في مسقط الراس بين الطبيعه وبين العائله وبين الاصدقاء القدام، او كتكمل لو تجمله كتطلع الاعلى جبال الريف وبين الاشجار وبين الطبيعه الحقيقيه. خلينا من ديك الشجر ديومين بين الطبيعه اللي جايبه مئات السنين وقفة، و ان شاء الله اليوم غادي نطلعكم معايا اعلى القمم ديال جبال الريف وغادي نكتشفوا كاملين الطبيعه اللي كاينه تما وكملوا النهار ديالنا نشوفوا. المهم غنمشيو كامله مغامرات ما عارفينش غنعدلو، باقي الله فطرنا وقدروا نعملوا طاجين تما كل شيء عادي في هاد البلاد. تقدر تجلس في اللور ديال الطوموبيل بلا 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 كراسه، تقدر تشوف طوموبيل مباركه في الهواء على هكذا هي نورمال، حاجه عاديه تقدر تجبرها في هاد الارض. وباقي راه ما تشوفوا باقي العطيعطي. تبعتونا في طور الاعدادات باش نصبروا اعلى القمه. دابا هذه هي الثاني اعلى قمه في المغرب. اي لقطه يقدر يبقى على الغلط راهم تشوفوا في الطبيعه تبارك الله. سير الله دير المعلم عندك راه اللي بغيت تكسر على حسابي. هادو هما المشاكل اللي كيوقعوا تسكت لك في العقبه. غنشوفوا الشيفو راه يخرج ولا ما يخرجش. كتقول فهاد الشيء الاخ؟ والاخ شاو زمان تبارك الله. هنا دول جديد بالله. شو جابهم تسخروا اش كتقول الاخ؟ لا اخويا على السلام. واش مزيان؟ كيفاش كتقول في هذه القضيه هذه با مصطفى؟ ديما كلشي ديالك. دابا الاخوان وصلنا الطوموبيل هذا هو حدا
كما شفتوا في الفيديو راه تبارك الله تشوف وصلتنا لاعلى قمه، اعلى مطار اللي يقدر توصل له اي طوموبيل. هذه هي الطوب صاحبي، ما كاينش بنادم يقدر يزيد يطلع. احنا بقينا نصوروا الفيديو، سمحوا فينا ديك ولاد اللادينا هما اللي عارفين الطريق. لا نجبروه صافي، ماشي مشكل، طلعوا كاملين هذا الجبل ولا ما يطلع حتى شي واحد. ها هادي الدراري القمه اللي طالعين لنا، راه ثاني اعلى قمه في المغرب من بعد تبقال، كتجي هذه هي ثاني اعلى قمه. راه العلو ديالها 2456 كيلومتر ياك 2652 غادي فين هو غادي؟ لا المتر، راه العلو ديالها 2456 متر. الله تابعين الطريق ولا نطلعوا غا من هنا؟ لا والو، ها فين تجبروا بحال هاد الطبيعة؟ غير قولوا لي فين غتجبروا بحال هاد الطبيعة؟ والله إلا عالية تبارك الله، طبيعة واعرة، جبال الريف علاش تكذبي؟ عالية عباد الله ماشي العالية. لا العالية هي طنجة، هذه عالية. سينو لي يا خاي، زيد زيد السينو إيفل، زيد طايعها على الفريت، وبين لي دابا الفريت والو ما غياكل لك. والله إلا زايد عليك. وحنا نشوفو زيد، دابا راك عاد بديتي، دابا تشوف مول الزيت بلدية، تشوف شتي كيفاش طالع؟ طلع بالدفع الرباعي. كنت أمير ارتاح محمد. يلا ارتاح ارتاح ارتاح. يلا ارتاح ما نقول لهم شي يعني. كاميرا مطفية. ارتاح ما كيشوفوش. دابا خصنا الدفع الرباعي. الله. زيد زيد بلا رويس، عرفتي علاش الزربانين هادو خصهم يوصلوا ياكلوا؟ انا بدي فيا الجوع يا شتي شي بلا ما دام نفسك طيحتي باش ترتاح. شتي ما دا الدري هنا نوضا ايوا صار ازيد اخاي زيد ازيد هاكا تمشي يا نوض اخاي نوض يا جبال الريف وعلاش تكذبي وتقولي سهله للطلوع؟ تحياتي الناس اللي مغربين، الناس اللي ما قادرينش يطلعوا، انا نفديها لكم ونطلع انا. فيديو هاي شي طويل حقي يستاهل ويعاود يستاهل. غتشوفوا شي غتشوفوا الجبل ديال الوسط هنا كاين فيو زايده على اللي الاخوان داك اللي كيغطي هذا الجبل هذا كيغطي على هنا كاين واحد الفيو واحد عرفت شحال ما جيت لها بحال هكا معلو هذايا ولا بحال هاد الجبل هادي واحد الجبل كنا طلعنا له ديال تازا تازا وجبل والله الا مشي لنفعل دابا هادي 3 سنين لك هذاك الجبل هذاك العلو ديالو ما عقلش ولكن واصل شي 2000 ورا شي 2000 2000 وشي حاجه بالحق هذا فيه الطبيعه زايده والطرق ديالو مزيانه حيت كاين الشجر
اخر لا تنشاف. ولا لاحظت هنايا شوف راه هنا على ما نظن شوف ولا كيف ماشيين هذا مور هذا تعلم هذوك يخليونا بلا ماكله باش ياكلوا. زيد 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 داي زيد داي زيد داي زيد داي. وهذه شنو عندهم هنايا برديه؟ لا شوف اخي الجدو الكرم عابر سابيل كيقول مثلا كيز من هنا ما عنده بوبريفين مع البروداني راه كتوصل شحال كتوصل درجه الحراره هنايا تحت الصفر شي 6 تحت الصفر 10 عاملين لهم هنايا مثلا عمل دكه وقيله هانتم دكه داتي هذا هو الغلي باش تعدل اش كيقولوا لها اتاي الماء تيمينية راه فاينة هنا فين تكة ملاطي هادي فين تصلي عليها إلا بغيتي ما كاينش الروح ديال المشكل أخي باش تعرف هانتوما بصال إلا بغيتي ديباني شي حاجة هانتوما هايدا هنايا بصال إيه الناس فيهم الرحمة صراحة والله إلا المغرب واعر بالله إلا واعر جدا راه في اوروبا ما يعقل عليك حتى شي واحد الله يمي تبت عليك شي واحد تبقى بلاش يمشي يطلب من الدولة إلا عطاتك المعاونة هنايا صاحبي البارح نفس المنظر بالليل البارح بالليل واحد السيد بوبري عاود ما صبر فاين في أي دوار في أي جبل يعني في أي قبيلة كتجبر عندهم واحد البيت ضروري لهادشي إلا ما كاينش البيت كاين الجامع وكيجبر جميع المتطلبات ملي كيمشي ليلة الله يخلي ولاد الخير والله يخلي الناس بحال هيدا اللي بساطة دابا كتبعنا الماكلة واش الماكلة؟ لا هي الجامعة انا والله العظيم انا واخا نضرب غير الخبز تبارك الله او هادي زردة سانكسان ولا يني سانكسان سمونا سمع اسبانيول ايوا حلو شي حاجه حتى ما كاين واحد قال عاد المعله ديك الاعلى ديك التميه قدا قدا اليوم ضعفات القش قدا لا تجي دوبلو بضخمه طحان ود مصطفى طحان وعبد الخبز ها ضرب ود المعلم ماشي راس بالخبز الحجار دابا منات مثلا الماكله ديال الخبز بالحجار انت ديك الخبز شفت عليها زيتي نزل الخبز اصاحبي ماشي ديالك ديالي اصاحبي طبعا يدي هذاك اللي ماشي بيه هاك اخاي شبه واحد يستعد للفريسه شنو هاد اللي كانت هنا الله اكبر كيف ديروا لهاد الخبز نص الخبز والله يا ما قلتش بديانا انا انا هو اللي غابق على الشعب والله على قبالو بعد باش كل هذا راس شربوق اه ما يعطيك شويه عطي عندي هنا الزياده عدوا هذا مريد داك كريم مريد داك ما تلوحوش كفا هذاك راه طالب فاح اللقمه بالغلط هاني لا احنا فيها احنا لينا زيد شوت 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 هاك تاما قلت راسك تاما فيني فوالا هادي نزيد ثاني على كيف نزيد شوف فين عطينا الاخوه الرجل ديالك خصك تغرسو في الارض
تمشي بالجنب سينو الله يحفظ. شوف شوف فين هابطين الاخوان. هابطين غير بتيسير الله. عرفتي قولي امشي تحت زلقتي الله يحفظ. ها بطلنا هيك انترش بطلنا نحصل من الديار الله. طبيعي برا عرفتش من وسيله دابا اللي بقى لنا باش تواصلوا. هاي شبروا عليها ودنكم مزيان ناقصوا الصوت. عرف فينو رحطينا الطريق ودابا كنفتشو عليه. هنا غير التلج والخلا والقفار ومشكلة الضو مشى الضو ما كاينش في الجهة هادي. زيدو فيكم دابا الحقوا على الدراري اخيرا جبرنا الدراري اخيرا جبرنا الدراري. راهو اخيرا وصلنا. هذه كانت هي يا دراري الماتريال عرقاني ميتين اللي راه طاح دابا على الله. الا صورتكم هذا الفيديو دخلتوا عرفوا اللي وصلنا، الا ما دخلتوش عرفوا ما وصلناش.